اجتماع برنامج سياسات النقل بإفريقيا لهذه السنة والذي يصادف الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيسه يرمي إلى المصادقة على التقرير السنوي لهذا البرنامج واعتماد مخطط التنفيذ الخاص بالمخطط الثالث للتنمية بعد مناقشة محاوره الموضوعاتية والتي من بينها الاندماج الربط والانسجام ثم النقل الحضري والتنقل. هو واحد المعضلة واحد الحوادث السيرية واحد معضلة عالمية وبالتالي في هذا الموضوع حدا بواحد 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 الاهميه كبيره واستغلنا هذا اللقاء هذا باش عرضنا عليهم التجربه المغربيه في ميدان السلامه الطرقيه حيث ان البلاد ديالنا الحمد لله كتوفر على استراتيجيه واضحه. هذا اللقاء حول سياسه النقل دخل في اطار الرؤيه ديال سيدنا لانسترون لتعزيز تعاون جنوب جنوب واختيار ديال هاد المدينه مراكش باش يتم هاد اللقاء هذا تيعبر على الثقه اللي عند الافارقه في المغرب. برنامج سياسات النقل بإفريقيا يهدف إلى تسهيل إرساء السياسات وتقوية الكفاءات في مجال النقل من أجل خدمات فعالة ومستدامة للساكنة بالقارة الإفريقية التي تشهد أكبر نسبة من حوادث السير في العالم. تعلمون أن إفريقيا تواجه عدة تحديات في مجال النقل ولكن أهمها بحكم شساعة إفريقيا الاندماج الجهوي أي الاندماج المادي وخلق بنيات تحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لربط البلدان وتحسين نقل الأشخاص والبضائع. هذا وستنظم على هامش هذا اللقاء ورشة عمل دولية حول معطيات السلامة الطرقية كما ستمكن القرارات التي سيتم اتخاذها في نهاية أشغاله من إعادة تأطير التدبير وآليات التدخل المتعلقة ببرنامج سياسات النقل بإفريقيا.